سيد شعبنا، هل حقيقة ربما من خلال تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن تؤدي بين هذه التشريعيات إلى إرساء حقيقي للديمقراطية وأيضا بناء مؤسسات حقيقية مبنية على هذه الديمقراطية التي يتمناها الجميع وعلى التغيير أيضا؟ وهذا ما نتمناه بطبيعة الحال، لأنه قيل الكثير على البرلمانات الماضية. سمعنا برلمان شكارة، برلمان الحفافات، وقيل ووسائل الإعلام كان كل واحد يدلو بالدلو تاعو بكل صراحة على البرلمانات الماضية، وبكل صراحة يعني قيل الكثير. فبالتالي الآن السيد الرئيس طلب وقال لك أنه الآن الأبواب مفتوحة للشباب، الإطارات، الكفاءات، للمجتمع المدني. أتمنى إن شاء الله أنه هذه الأسماء ما تخيبش ظن القاعدة بطبيعة الحال، وما تخيبش ظن حتى المسؤولين. نعم. وما يكونش يعني برلمان قال لك بعد أشهر ولا سنوات قال هذا ما عندهمش خبرة وما عندهمش تجربة، لأنه الخبرة والتجربة راح يكسبوها مع الوقت. أتمنى فقط بكل صراحة، يعني نحن كنواب سابقون نتمنى أن يكون برلمان اللي تكون له أذن صاغية كذلك من طرف الحكومة. لأنه إذا تحدثي على برلمان لغدوة كذلك يعني يطلب وزير لسؤال شفوي أو كتابي وما يكونش كما صرنا احنا في البرلمانات الماضية، ما تكونش كذلك أذن صاغية لإنشغالات الجالية وما تتحققش ويبقى فقط حبر عن ورق، ويبقى يعني كما يقول لك المثل فقط علبة تحويل يعني بريد من هنا ومن هناك. فنتمنى أنه تعطى له كل الصلاحيات هذا البرلمان، وهذا حسب ما جاء في قانون الانتخابات وحسب ما جاء كذلك في الدستور. فالنية موجودة للهرم في السلطة والسيد الرئيس وربما للصاهرين أو للمسؤولين القائمين على هذه الانتخابات. نتمنى أنه ما يخيبوش ظنهم النواب الجدد، وهذه المؤسسة اللي ينتظر منها الكثير الكثير بكل صراحة إن شاء الله. طيب، سواء كانت بطبيعة الحال على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى الجالية الوطنية، لأنه هذه المؤسسة عندها مكان محترم في الاتحاد الأوروبي، في الجامعة العربية، في الاتحاد الإفريقي، وفي كل المنظمات العالمية والإقليمية.